مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة المتجددة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نطوف به وإياكم من خلال أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والعالمية، والتي نفتتحها بأبرز العناوين. اللجنة الدائمة لدورات كأس الخليج تقرر اليوم مصير خليجي 23. منتخبنا الوطني الأول يواصل تحضيراته ضمن معسكره الداخلي في مسقط. الريان القطري يقترب من ضم هداف كوبا أمريكا. الاتحاد العراقي لكرة القدم يوقع غدا مع حاجي لقيادة أسود الرافدين. وقرعة شائكة لمنتخب الديوك الفرنسية في قرعة تصفيات كأس العالم 2018. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا في الصحافة المحلية مع أصداء كأس خليجي 23. فمن المقرر أن تحسم اللجنة الدائمة لدورات كأس الخليج العربي لكرة القدم في اجتماعها اليوم في الكويت إقامة الدورة في نسختها 23 في الكويت، أو نقلها لقطر، أو تأجيلها للعام القادم. وتتضارب الأقاويل حول إقامة البطولة في الكويت من عدمها بعد أن منح المؤتمر العام لكأس الخليج في اجتماعه الأخير الضوء الأخضر للجنة الدائمة بإقامة البطولة في الموعد المحدد مسبقا من 25 من ديسمبر إلى 7 من يناير القادمين. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من صحيفة عمان. سيكون اجتماع اللجنة الدائمة لدورات كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم حاسما للوقوف على كافة الأمور اللوجستية الخاصة بالتنظيم والاستضافة، بعدما أكد عقب انتهاء المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية عن استيائهم من التقارير الأولية التي رفعتها اللجنة الدائمة لأمناء السر بخصوص متابعتها ورؤيتها لاستعدادات الكويت لاستضافة البطولة. وأجمع الرؤساء على ضرورة عقد اجتماع جديد للجنة الدائمة لمنحها فرصة جديدة لتقييم تحضيرات الكويت في ظل تأكيد الاتحاد الكويتي على عدم جاهزية الملاعب في الوقت الراهن. وكانت لجنة التفتيش الخليجية التي زارت الكويت قد طلبت مخططا لملعب علي صباح السالم بنادي النصر قبل اعتماده ملعبا لاستضافة مباريات البطولة، وإعادة زراعة أرضية بعض الملاعب على رأسها ملعب نادي النصر وصيانة الإضاءة وتعديلات مرافق الملاعب. وكان الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أكد في وقت سابق عدم صلاحية الملاعب في الوقت الحالي، وهناك عدم استجابة من الهيئة العامة للشباب والرياضة في تصحيح ملاحظات لجنة التفتيش، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة لأمناء السر ستحسم مصير البطولة بإقامتها في موعدها 22 من ديسمبر إلى 4 من يناير المقبلين، أو تأجيلها أو نقلها إلى دولة أخرى، بعدما دفع الفهد بالكرة لملعب اللجنة الدائمة لأمناء سر الاتحادات الخليجية لتحديد مصير خليجي 23. وكشف رئيس الاتحاد الكويتي أن التقارير الصادرة حتى الآن تؤكد عدم جاهزية الملاعب الكويتية في الوقت الراهن لاستضافة البطولة، وأن الاتحاد الكويتي طلب من هيئة الشباب والرياضة سرعة الانتهاء من كافة الإصلاحات المطلوبة في الملاعب في أسرع وقت، ولكن لم تستجب الهيئة للملاحظات التي كشفت عنها اللجنة الدائمة لأمناء السر والمتعلقة بتجهيز ملعبي النصر واستاد الجابر لضمان إقامة البطولة في الكويت، مشيرا إلى أن المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات سيعقد اجتماعا ثانيا في الكويت في شهر سبتمبر للاطلاع على آخر المستجدات بشأن استضافة البطولة، بعدما اشترطت لجنة التفتيش الحصول على ضمانات من أجل إقامة البطولة على استاد جابر، بعدما أكدت التقارير حاجة المنشأة الرياضية لتجهيزات كبيرة مع ضرورة تحديد فترة زمنية للانتهاء من كافة الإصلاحات المطلوبة داخل الملاعب المرشحة.
يشاركني في هذه الحلقة الأستاذ حمد أريامي، صحفي بجريدة عمان. تحية لك أستاذ حمد. حياك يا أهلا بك، وكل عام وأنت بخير. طيب إن شاء الله. يا مرحبا. مثل ما تابعنا في التقرير والحديث حول استضافة خليج 23، ربما الشارع الرياضي يناقش هذا الموضوع، هل تعتقد أن الكويت حتى الآن جاهزة لاستضافة هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الجماهير الرياضية في الخليج تنتظر يعني موعد إقامة هذه البطولة سواء كان في الكويت أو أي دولة أخرى. وأعتقد الاجتماع اليوم أنا السر الذي سيعقد كاجتماع طاري بالفعل لمناقشة هذا الجانب، ستأتي من خلاله البشرى إقامة البطولة أو تأجيلها أو نقلها إلى دولة أخرى، من خلال يعني ما أجرت عليه العادة تفتيش المنشآت والملاعب ومعرفة أيضا جاهزية الكويت لإصدار هذه البطولة. بالتأكيد يعني دائما تحتاج إلى جوانب مهمة، لوجستية أيضا، جوانب بشرية، جوانب أيضا حتى مالية وغير ذلك. ولكن أعتقد اعتدنا دائما على أن نرى هناك بين جذب وشد في هذا الموضوع، خاصة البطولات الأخيرة كانت بالفعل تلازمت مع هذه المناقشات مع هذا الجانب، وأصبحت بطولة الخليج يعني حتى الآن غير مستقرة سواء كان في مواعيدها إقامتها أو حتى الدولة التي تستضيفها بأسباب قد يكون معروفة، قد يكون عدم جاهزية منشآت أو عدم حتى قدرة بعض الدول لبعض الظروف قد يكون لاستضافة أي بطولة. أتمنى إن شاء الله أن تخرج النتائج أو الاجتماعات القادمة يعني بنتائج إيجابية نستمع فيها من خلالها على التقرير النهائي سواء كان في إقامة البطولة في الكويت أو ترحيلها إلى قطر. وأعتقد أغلب الآراء حتى الآن التي تسلط الضوء على هذا الجانب هناك مفارقات غريبة جدا في هذا الموضوع. هو أما تنقل مباشرة إلى دولة قطر باعتبارها دولة قطر مشاهدة دائما جاهزة، أعتقد أنه هو البديل المناسب. هو البديل المناسب هو الأقرب بالتأكيد حسب التسلسل الأبجدي أو حسب تسلسل الاستضافة للبطولة أو تأجيل البطولة إلى وقت آخر. ولكن دائما هو التأجيل ليس في صالح البطولة وخاصة في تواريخ محددة، باعتبار أيضا المنتخبات الخليجية ملزمة بمشاركات خارجية على مستوى القارة الآسيوية، على مستوى تصفيات كأس العالم، أيضا الأندية لها مشاركات أيضا على مستوى كأس الخليج للأندية، على مستوى أيضا بطولة الأندية الآسيوية، كلها بالفعل يعني متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض، ومن الصعب تأجيل هذه البطولة. أعتقد الوقت اللي يحدد حتى الآن تم تأجيله مرتين، يعني 27 ديسمبر إلى 7 يناير تم هذا التاريخ تم تأجيله من قبل، اتخذ فيه قرار من قبل، ولكن أيضا الأمور حتى الآن غير واضحة. لكن أتمنى إن شاء الله أن يخرج اجتماع اليوم يعني بقرار حاسم سواء كان في إقامة الكويت أو تأجيله أو ترحيله إلى دولة أخرى إن شاء الله تعالى. وإلى خبرنا التالي، حيث يواصل المنتخب الوطني معسكره الداخلي الذي يأتي في إطار استعدادات المنتخب للجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ونهائيات أمم آسيا 2019 بالإمارات. صحيفة الزمن تابعت فعنونت تقول: المنتخب يواصل تحضيراته البدنية على فترتين، حيث تدرب المنتخب أمس على فترتين كانت الفترة الصباحية داخل الصالة، بينما تدرب في الفترة المسائية على ملعب الديوان مركزا مركزا خلالها المدرب الفرنسي بول ليغوين على الجانب البدني الذي سيتواصل خلال الفترة المقبلة حتى موعد المعسكر الخارجي. من جانب آخر، لم يتحدد بعد موعد المعسكر الخارجي المقرر له سابقا في أوروبا بداية أغسطس الجاري، ورغم اقتراب الموعد إلى أن اتحاد القدم لم يحدد بعد وجهة المنتخب رغم ظهور أكثر من وجهة منها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، والتي من المتوقع أن تتحدد بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري. تعتقد أن التحضير مبكر لمنتخبنا في هذه الفترة؟ المفترض أن يكون التحضير مبكر ومتواصل بالفعل، يعني سواء كان المعسكر الداخلي أو حتى يعني اقتراب موعد المعسكر الخارجي والذي لم يتحدد حتى الآن وجهته إلى أين سيكون، باعتبار المنتخبات الخليجية أصبحت أيضا كلها معسكرة خارج الديار، يعني البعض في أوروبا والبعض في أمريكا والبعض حتى وصل البرازيل، ليس فقط لاستعداد كأس الخليج ولكن تصعيد كأس آسيا وأيضا كأس العالم روسيا 2018 بالفعل. يعني كلها أصبحت مطامع كبيرة جدا، يجب أن تكون فيها الأعداد مبكرة، يجب أن تكون فيها الجاهزية كبيرة، يجب أن تكون فيها مباريات متواصلة سواء كان على مستوى الداخلي داخل السلطنة أو حتى المعسكرات الخارجية خارج بالفعل. السلطنة، باعتبار دائما تستشف من جاهزية المنتخب وما يحتاج المنتخب للمرحلة المقبلة، وأيضا تجرب مجموعة من اللاعبين خاصة بعد ما ضخ يعني بول ليغوين مدرب المنتخب الوطني مجموعة من الأسماء
في الفترة الأخيرة هي تحتاج بالفعل إلى الكثير من التأقلم، الكثير إلى يعني خلينا نقول الانسجام مع بعضها البعض. هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا، أعتقد ليس في صالح المنتخب الوطني أن يتأخر هذا المعسكر، وليس في صالح المنتخب الوطني أن تتأخر أيضا المباراة الودية، باعتبارها دائما تعطيك المؤشر الإيجابي حول جاهزية المنتخب من عدمه أو حول ما يحتاجه بالفعل المرحلة المقبلة. نحن دائما طبعا كبيرة جدا بالفعل، ليس فقط مناسبة كأس الخليج ولكن كأس آسيا وأيضا كأس العالم. صحيح دخلنا في معمعة المنافسة وتنتظر مجموعة المباريات المهمة جدا، علينا أن نكون جاهزين في جاهزية تامة وأيضا نكون لاعبين مستعدين لأي مباراة قادمة. وحتى أيضا عن خطة الإعداد لهذا المعسكر الخارجي، أعتقد أنها حتى اللحظة لم تتضح هذه الخطة. بالتأكيد يعني هناك أكثر من خيار وضعها يعني الجهاز الفني سواء كان في أسبانيا أو بريطانيا أو أي دولة أخرى، ولكن يجب أن يحسم اتحاد الكرة يعني واجهة المعسكر القادمة، حتى أيضا يكون الجهاز الفني لديه الجاهزية الكبيرة ولديه الاستعداد الكافي لإقامة هذا المعسكر. دائما تحتاج المعسكرات تحتاج إلى جاهزية، تحتاج إلى أعداد، تحتاج أيضا إلى تحضيرات كبيرة جدا، ومعرفة أيضا الوقت المحدد لهذا المعسكر، باعتبارك أنت ذاهب إلى معسكر خارجي فترة محددة، ماذا في هذا المعسكر؟ ليس فقط تدريبات بدنية ورفع اللياقة البدنية وتكتيكية، ولكن أيضا تلعب بعض المباريات الودية سواء كان مع أندية سواء كان مع المنتخبات، تحتاج فيها أيضا لاستكشاف ما تحتاجه للمنتخب الفترة القادمة. بعض اللاعبين حتى الآن قد يكونوا لم يدخلوا يعني في الجو العام للبطولات، الجو العام للمباريات الكبيرة جدا، صحيح كانوا مع أنديتهم ولكن على المستوى الداخلي، الآن أصبح اللاعب محتاج إلى الكثير من الجاهزية وكثير أيضا من التحضير على المستوى العام. يعني لما تشارك في المنتخب على مستوى المنتخب أنت ليس تشارك على مستوى النادي، لابد أن تكون يعني جاهزيتك أكبر وإعدادك أكبر وأيضا حتى تحضيرك الذهني والبدني أكثر لهذه البطولة إن شاء الله، باعتبارك تمثل منتخب وطن ومنتخب بلاد. يعني إن شاء الله كل التوفيق أكيد لمنتخبنا في الفترات القادمة بإذن الله إن شاء الله. أيضا نبقى مع أخبار منتخباتنا الوطنية، حيث يبدأ المنتخب الأولمبي معسكره الداخلي في مسقط ويستمر حتى موعد السفر إلى صلالة في 30 من الشهر الحالي. صحيفة عمان رصدت استعدادات الأحمر للمعسكر وكتبت عنوانا تقول: الأولمبي في جو الخريف، حيث يواصل معسكره في الأجواء الرائعة بمحافظة ظفار ويسعى إلى تأمين عدد من التجارب مع الأندية المحلية. وتأتي هذه المعسكرات استعدادا للمشاركة في بطولة منتخبات التعاون وبطولة غرب آسيا، ويسعى المدرب حمد العزاني ومساعده محمد خميس إلى تجربة العناصر من خلال التجارب التي ستكون مع الأندية فقط في المرحلة الحالية. بعد الإخفاق أكيد في الآسيوية، ماذا عن منتخبنا في القادم الأيام بإذن الله تعالى؟ المنتخب الأولمبي يعتقد نفسه يواصل تحضيراته حال أي منتخب آخر، وأعتقد حمد العزاني يعني يحاول قدر المستطاع أن يجهز هذا المنتخب بكل ما لديه من خبرات وبكل ما لديه من إمكانيات فنية وتكتيكية. أيضا المعسكر القادم في صلالة بالفعل في أجواء خريفية جدا، ولكن كنا نتمنى أن نشاهد أكثر من المنتخب هناك معسكر أو تقام على الأقل بطولة ودية على مستوى دول مجلس التعاون، مثل ما شاهدنا في السنوات الماضية، لاستغلال أيضا الجو الجانب السياحي المهم لهذه المحافظة وما تتميز في من أجواء خريفية جدا، خلينا نقول مثالية لجاهزية أي منتخب. الكل يطمح يعني عندما يذهب إلى أوروبا بالفعل أيضا يبحث عن الجو الرائع، يعني بعيد عن حرارة الجو في منطقة الخليج، والمعروف أنها منطقة حتى الآن غير قادرة أن يجهز أي منتخب مثلا أو يعسكر في أي منتخب بسبب ارتفاع درجة الحرارة. صحيح. ولكن صلالة دائما يعني هي الملاذ الحقيقي لأي منتخب يجهز نفسه للاستحقاقات القادمة، وهو جو مناسب خلال هذه الفترة بالتأكيد. أيوة. يعني ويأمل حمد العزاني يستفيد من بعض المباريات الودية مع أندية ظفار مثلا، النصر، الاتحاد، مرباط، أيضا صلالة، كلها أندية أيضا تستعد أيضا بالفعل الآن لبعض المباريات المحلية، خاصة ظفار والنصر استقطبت مجموعة من اللاعبين وهي أيضا بحاجة إلى تجربتهم خلال الفترة القادمة. إذا بالفعل هي فرصة مناسبة أن يلعب المنتخب الأولمبي مع ظفار والنصر أبرز الأندية المحلية من خلال يعني جاهزيتهم يوصل لهم البطولات المحلية القادمة إن شاء الله تعالى. ومع أخبار أندية دوري عمان تل المحترفين، حيث تسير خطة إعداد الفريق الكروي بنادي النهضة بخطوات حثيثة استعدادا للموسم الكروي الأول وسط انزعاج كبير حول موعد انطلاقة الدوري. صحيفة عمان أبرزت تصريح سالم المزاحمي رئيس نادي النهضة وخرجت بعنوان على لسانه يقول:
موعد الدوري خطأ، حيث يرى سالم أحمد المزاحمي رئيس النادي أنها موعد انطلاق الدوري غير جيد ولا يتناسب مع الظروف المحيطة بالأندية التي بدأت الإعداد متأخرة جدا. وسبق أن طالبنا في أكثر من مناسبة بتأجيل انطلاق الموسم الكروي على أن تكون في بداية سبتمبر القادم حتى يكون الإعداد بطريقة صحيحة. ربما من خلال تصريح سالم المزاحمي امتعاض كبير من خلال هذا التصريح حول بداية انطلاقة الدوري. بالتأكيد، لأني كانت أتمنى أن يؤجل انطلاقة الدوري إلى بداية سبتمبر القادم، ولكن أعتقد الرزلام التي وضعها اتحاد الكرة هي أيضا قد يكون مثالية بعض الشيء، وخاصة أن الفترة كانت جيدة من خلال نهاية الدوري الموسم الماضي 2014-2015 مع انطلاقة الموسم الجديد 2015-2016. بالفعل اعتدنا ايضا ان تقام هناك بطوله مازدر خلال الفتره الماضيه لانديه الدوري المحترفين، وهي ايضا تعطي الانديه فرصه حتى لو تجرب بعض اللاعبين اللي تم استقطابهم خلال الفتره القادمه الماضيه. بالفعل، والتعاقدات الجديده سواء كان مع اللاعبين المحليين او حتى مع اللاعبين المحترفين من خارج السلطنه. ولكن حتى الان البطوله هذه غير واضحه، هل تقام او غير تقام؟ والكل ينتظر انطلاقه الدوري مع 15 ديسمبر اغسطس اعتقد القادم. اذا بالفعل هي فتره قريبه جدا لا تعطي الانديه ايضا الجاهزيه الكبيره لانطلاقه الدوري، خاصه ان البعض قد يكون تعاقداته ايضا جاءت متاخره مع اجهزه فنيه مع لاعبين. لم تعطيهم الفرصه الكافيه باعتبار اسبوعين او ثلاثه اسابيع غير كافيه حتى لاقامه معسكرات داخليه او خارجيه او لعب بعض المباريات الوديه لتدريب بعض اللاعبين. اذا الانطلاقه ستكون بالفعل صعبه على بعض الانديه، خاصه الطامعه اول شيء للمحافظه على البطولات الماضيه، وايضا الطامعه ايضا خلينا نقول تعويض ما فاتها في الموسم الماضي، خاصه النهضه شاهدنا في الموسم الماضي بالفعل يعني واجه الامرين في البطوله سواء كان الدوري او الكاس، ويسعى هذا الموسم الى تغيير الصوره الباهته التي ظهر فيها في الموسم الماضي. اذا بالفعل يعني كلام سالم مزاحم محق في هذا الجانب، ويامل وتامل كل الانديه ان تكون خلينا نقول انطلاقه مثاليه على الاقل فتره مباراتين او ثلاث مباريات يستشف فيها الجهاز الفني والاداري ايضا ما يحتاج الفريق او ايضا جاهزيته للبطولات القادمه سواء كان للكاس او الدوري. ايضا هناك بعض الانديه بالفعل بدات تتعاقد مع مجموعه من اللاعبين، يعني اليوم سمعنا او امس سمعنا ان العروبه تعاقد مع المدرب العراقي مظفر جبار لقياده الفريق نادي العروبه بطل ثنائيه الكاس والدوري. اذا هي بالفعل الانديه كلها اصبحت جاهزه، النصر استقطب مجموعه من اللاعبين ظفار يعني خلينا نقول صحم السويق كل الانديه، وهذا دلاله تبحث عن الافضل في الموسم الجاي، دلاله على موسم ان شاء الله نتوقع انه يكون حماسي ومثير باذن الله. بالتاكيد حماسي ومثير، خاصه حسب ما قرانا وما تابعنا يعني التعاقدات الكبيره التي برمتها الانديه خلال الفتره الماضيه، خلينا نقول بالفعل استجاب يعني استفادت من تجربه دوري المحترفين الموسمين الماضيين. اذا اصبحت الانديه عارفه ما تحتاجه، ولكن اتمنى ان لا تثقل تعاقدات كاهل الانديه بالفعل. وايضا تكون هناك مطالبات ماليه إن شاء وفي النهايه تخرج خارج الوفاض باي بطوله من الدوري او الكاس ان شاء الله تعالى. ومع أخبار الملك الفنجاوي، فقد كشف المهندس سيف السمري رئيس نادي فنجا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مؤخرا عن التعاقدات الجديدة التي أبرمتها إدارة النادي في صفوف الفريق والتي شملت أيضا الجهاز الفني. صحيفة الزمان غطت فكتبت تقول: فنجا يذهب بطموحاته لتحقيق ألقاب الموسم وأولها السوبر، حيث تم الإعلان عن أبرز التعاقدات في صفوف الفريق، وهي التوقيع مع اللاعبين خالد الحمداني والسوري خالد البرقاوي القادمين من نادي السيب، وكذلك مع اللاعب سعيد صالح الحبسي القادم من نادي الوحدة، والمحترف البرازيلي جاجا القادم من نادي المصنعة الذي لعب له الموسم الماضي، بالإضافة إلى تعيين محسن الخروصي مساعدا لمدرب الفريق. تأتي هذه التعاقدات لنادي فنجا قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. أحداث ساخنة متتالية تشهدها الساحة الرياضية في محافظة الداخلية عصفت بإدارات ثلاثة أندية وأصبحت بدون مجلس إداري منتخب ولأسباب مختلفة، حيث فاجأت إدارة
دائرة الشؤون الرياضية بالمحافظة الشارع الرياضي بخبر إلغاء الانتخابات. هذه الأحداث تلقي بظلالها على عمل هذه الأندية وهي تستعد لاستقبال الموسم الجديد الذي يتطلب تضافر الجهود والعمل الدؤوب سعيا لمشاركة إيجابية، الأمر الذي انعكس سلبا على جهد القائمين على هذه الأندية. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من صحيفة عمان. بررت دائرة الشؤون الرياضية بالمحافظة هذا الإجراء بأنه اتخذ بناء على المراجعات القانونية التي تمت من قبل المختصين بالدائرة القانونية بالوزارة على ضوء الطعون المقدمة من بعض المترشحين. ففي نادي البشائر تقدم المترشح لمنصب الرئيس يوسف بن ناصر الحضرمي بطعن يطلب من خلاله بطلان الانتخابات نظرا لبعض الإشكاليات في قوائم أعضاء الجمعية العمومية ومخالفة للوائح النظام الأساسي للأندية، حيث طلب الوزارة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس فقط نظرا لعدم وجود منافسين في باقي المناصب التي تمت بالتزكية. أما في نادي بوهلة فكان الوضع مشابها، حيث تقدم المترشح لمنصب الرئيس مالك بن عبد الله المحروقي بطعن لسير الانتخابات، حيث قررت وزارة الشؤون الرياضية بناء على الرسالة الموجهة لأمين السر نادي بوهلة المرفق صورة منها إلغاء الانتخابات على منصب الرئيس وفتح باب الترشح لهذا المنصب ولمنصب أمين الصندوق نظرا لعدم ترشح أي شخص للمنصب مسبقا وإعادة عقد الجمعية العمومية بعد 45 يوما وفتح باب تجديد العضويات. وفي نادي سمائل كان الوضع مختلفا، حيث لم تنعقد الجمعية من الأساس بعد انسحاب غالبية أعضائها نتيجة حرمان المترشح لمنصب نائب الرئيس خلفان المكيزي من خوض الانتخابات، حيث تعاطف معه أغلب أعضاء الجمعية وانسحبوا من الاجتماع المر الذي أجبر الدائرة على عدم عقد الجمعية وفتح باب الترشح مجددا. إلى أين يسير الوضع في هذه الأندية الثلاثة؟ سؤال حائر ستكون له تبعات، حيث كانت أولى التوابع الارتدادية لهذه القرارات إعلان مجلس إدارة نادي بوهلة المنتخب والمتمسك بشرعيته الاستقالة الجماعية وتسليم مفاتيح النادي وفق بيان أصدره ويؤكد فيه أن الطعن الذي تقدم به أحد المترشحين جاء بعد انتهاء فترة تقديم الطعون. بينما ألمح رئيس نادي البشائر راشد الهاشمي في حديث سابق إلى أحقيته في الفوز بالمنصب وأن العضويات موضوع الإشكال والطعن لا تؤثر في فوزه بالمنصب، بينما يرى آخرون أن ما بني على باطل فهو باطل بغض النظر عن تأثر الأصوات الباطلة في سير الانتخابات. وهناك فريق يرى أنه يجب حل المجلس الإداري بالكامل وفتح باب الترشح لجميع المناصب من جديد وعدم الاقتصار على المناصب موضع الطعن. أعتقد أنه قرار مفاجئ من الشؤون الرياضية الداخلية حول هذه الأندية الثلاثة. بالتأكيد ترى؟ يعني بالتأكيد خلينا نقول ما يحدث الآن في أندية بهلة والبشائر وسمائل بالفعل يضع علامة استغراب كبيرة جدا، يعني خاصة هذه الأندية يعني تابعناها من قبل، خلينا نقول كان لها يعني وجودها على المستوى المحلي، لها مشاركتها الفاعلة سواء كان في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، واستقطبت مجموعة كبيرة جدا من الشباب وكانت حاضنة أيضا الفرق الأهلية ما تمر بهذه الأندية. أعتقد هو يحتاج إلى وقفة من الجميع، يحتاج إلى دراسة أيضا، يحتاج إلى معرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الجانب. بالعكس يعني عندما يكون هناك هذا يعني الحراك وهذه الإثارة موجودة، إذن بالفعل خلينا نقول الأندية لها اهتمامها ولها متابعينها وأيضا بالفعل لها المترشحين، وحتى أيضا الجمعيات العمومية بدأت تتحرك بالطريقة الصحيحة، خاصة إذا ما كانت هناك يعني أي أخطاء سواء كان في الترشيح أو الانتخاب أو التصويت وغير ذلك. إذا لابد على وزارة الشؤون الرياضية وخاصة بمحافظة الداخلية، ونتمنى يعني خاصة من الفاضل ناصر العلوي مدير الدائرة أن يكون يعني قريب من هذه الإشكالية في حل ما يحدث في هذا الجانب. ليس بالأمر يعني أن تصل هذه الأمور إلى هذه المواصيل، ولكن أيضا لابد من إيجاد حلول سريعة وعاجلة حتى لا تكون هذه الأندية بدون إدارات، من الخاصة أنها قادمة على استحقاقات على مشاركات قادمة، وخاصة أن الدوري سيبدأ على مستوى الدرجة الثانية خلال الفترة المقبلة، وحتى المشاركات الأخرى هناك أيضا يعني مشاركات فاعلة على مستوى صيف الرياضة برنامج شبابي وغير ذلك، كل هذه تحتاج إلى إدارة. عندما تكون هذه الأندية بلا إدارات إذن بالفعل
ستكون فيها الحركة من شلة، ولكن أتمنى أن لا تصل المواصيف إلى هذه الدرجة. أيضا حتى الاحتجاجات الكبيرة كما تابعنا في التقرير حول إدارة هذه الأندية كان احتجاج كبير، تعتقد أن هذه القضية راح تطول أو إن شاء الله راح تنحل مبكرا بإذن الله؟ شوف أيمن، دائما يعني الأشياء لابد أن تتابع من البداية، لابد أن تتابع كيف يصير الانتخابات، سير الترشيحات، الوقت المناسب، تحديد المواعيد وغير ذلك، ولا بد أن تكون دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة داخلية واقفة على كل صغيرة وكبيرة ومتابعة من قريب على هذا الجانب، يعني حتى لا تحدث أي إشكاليات. إذن بالفعل يعني أعتقد الاحتجاجات التي طالت هذا الموضوع، إذن بالفعل كانت هناك أخطاء واضحة، أخطاء سواء كان الترشح أو الانتخاب وحتى التصويت. بالفعل أحيانا مثلا تأتي قوائم للانتخابات وأسماء قد تكون غير موجودة، تحدث فيها بعض خلينا نقول تجاوزات الإشكاليات، وأيضا حتى تحدث فيها بعض الأحيان، وأنا يعني خلينا نقول لازم بعض الأندية خلال الفترة الماضية يتم تسجيل الأعضاء خلال يوم الانتخاب، وهذا من أكبر الأخطاء. بالعكس إذا من أراد أن يسجل في هذه الأندية أن يأخذ الوقت الكافي على الأقل سنة كاملة، وأيضا تجديد العضوية ليس في يوم الانتخابات أو قبل ساعة من الانتخابات، ولكن أيضا بوقت كافي. إذن بالفعل هي أخطاء قد تكون حصلت، لابد أن يتم يعني الوقوف عليها وتصحيحها قبل أن تصلها المواصيل إن شاء الله تعالى. تستعد أندية محافظة ظفار لدخول غمار منافسات بطولة كأس مهرجان صلالة السياحي 2015 للميلاد في نسخته 15، والتي تقام وتنظم من قبل اللجنة الرئيسية للمهرجان بمشاركة 5 أندية بالمحافظة، وهي ظفار والنصر وصلالة والاتحاد ومرباط. صحيفة الشبيبة تابعت فعنونت: أندية الجنوب تواصل الاستعداد لبطولة كأس مهرجان صلالة السياحي، حيث تنطلق البطولة بلقاءين غدا يجمع الأول بين النصر وصلالة، يليه لقاء ظفار ومرباط مساء، وستقام جميع المباريات على ملعب مجمع صلالة الرياضي، عدا النهائي سيكون على ملعب مجمع السعادة الرياضي. وتعد هذه البطولة مساهمة كبيرة من قبل المهرجان في إعداد الأندية للمنافسات والاستحقاقات القادمة لها الرسمية سواء للدوري أو كأس صاحب الجلالة، والمشاركات الخارجية التي تشارك فيها بعض الأندية. وفي عالم السباحة، وبعد أن قام معسكرا مفتوحا خلال شهر رمضان المبارك تحت إشراف المدرب كمال خمري ومساعده عبد الرحمن مقاتلي، رصدت صحيفة عمان استعدادات المنتخب الوطني للسباحة لاستحقاقاته القادمة، وخرجت بعنوان كتبت فيه: السباحة في معسكر مغلق. حيث دخل منتخب السباحة في معسكر مغلق استعدادا للمشاركة في بطولة الألعاب المائية التي تقام في الفترة من الأول وحتى الرابع من سبتمبر القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، ويتطلع المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة بعد أن فاجأ كل المنتخبات الخليجية في البطولة الماضية، وكان منافسا قويا، وتقلد السباحون عددا من الميداليات الملونة. بعد الفاصل إن شاء الله لنا عودة، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم. تحدي القدرة 24 ساعة للكارتينج، تواصل الجمعية العمانية للسباحة. سؤال لي بس أنه يعني كل فوزي أهلا.
أهلا بكم من جديد. في عالم سباقات الإكستريم شهد اليوم الثاني من منافسات الجولة الخامسة لسلسلة سباقات الإكستريم 40 المقامة في مدينة هامبورغ الألمانية تباين كثير في أداء طواقم عمان للإبحار الممثلة في فريقي الموج مسقط والطيران العماني، لتخرج صحيفة الشبيبة بعنوان كتبت فيه: الرياح تقلب موازين السباق وتشكل تحدياً لفريقي الموج والطيران العماني، حيث كان أداء الفريقين مختلفاً كثيراً عن الذي قدماه في اليوم الأول، وشهد اليوم الثاني هبوطاً في سرعة الرياح مع تقلبات كثيرة في الاتجاه، مما شكل تحدياً كبيراً أمام جميع القوارب ومن ضمنها القاربان العمانيان، حيث اضطر فريق الموج مسقط إلى التراجع للمركز الثالث لصالح الفريق الروسي الذي دخل وأخذ مركزه، فيما بقي فريق الطيران العماني في مركزه السادس الذي بدأ به المرحلة رغم فرض الحكام الكثير من المخالفات عليهم. أعتقد أن خطوة كبيرة لفريقي الموج والطيران العماني في هذه السباقات. بالتأكيد، يعني شاهدناهم خلال السنوات والفترة الماضية بالفعل كانت لهم مشاركات كبيرة جدا داخل المنافسات المجموعة من البطولات على مستوى أوروبا، وأعتقد التراجع هو يعني يأتي منطقي دائما يعني بظل الظروف المناخية المتلازمة لهذه السباقات، منها الرياح، منها أيضا بعض الجوانب منها الأمواج أيضا، ولكن دائما خبرات خلينا نقول البحارة في هذا الجانب كبيرة جدا، يمكن أن يستغلوا بعض الظروف لصالحهم أو أخطاء الآخرين، مثل ما استغل يعني القارب الفرنسي في هذا الجانب عندما تراجع يعني الموج مسقط إلى المركز الثالث وأيضا القارب الآخر إلى المركز السادس. إذن بالفعل هي تحتاج فقط إلى يعني قوة بدنية جاهزة، تحتاج أيضا إلى خلينا نقول خبرة واسعة في كيفية التخطي، يعني خاصة عدم يعني الوقوع في أخطاء مثل ما شاهدنا بعض وقعوا في بعض الأخطاء وكانت هناك بعض العقوبات في احتساب بعض الجزئيات من هذا الوقت. هذه كلها تحتاج أيضا بالفعل إلى الكثير من الجاهزية والاستعداد البدني خلينا نقول العالي إن شاء الله تعالى. نستهل جولتنا العربية من السعودية، حيث تمكن نادي اتحاد جدة من التوقيع مع الغاني سليمان علي مونتاري قادما من صفوف اي سي ميلان الإيطالية بعد أن تم فسخ العقد بالتراضي مع الأخير. صحيفة الاقتصادية السعودية تابعت الصفقة فعنونت تقول: مونتاري يساوي نصف فرض الاتحاد، حيث قد يلتهم المحور الغاني مونتاري جزءا كبيرا من مال نادي الاتحاد بعد أن اتفق معه على توقيع عقد مدته موسمين ب5 ملايين يورو بخلاف المميزات الأخرى التي تصل إلى 5 ملايين ريال. وفي حال اكتمال صفقة مونتاري فإن المبلغ الذي سيدفعه الاتحاد كاملا يوازي نصف القرض الذي استدانه ويسدده على مدار 5 أعوام بعد أن يتم اقتطاع عوائد النقل التلفزيوني. وفي الوقت ذاته فتحت الإدارة الاتحادية خطا آخر من المفاوضات مع الكولومبي فريدي كوارين لاعب انتر ميلان الإيطالي، وقدمت له عرضا رسميا. وحال اكتمل الاتفاق بين الطرفين فسيكون بديلا عن الروماني سان مارتن. أعتقد أنها صفقة عالمية للاتحاد، ولكنها في نفس الوقت أيضا مكلفة جدا. بالتأكيد، شوف الاتحاد السعودي أعتقد يحاول قدر المستطاع أن يعود للدائرة المنافسة مرة أخرى بعد ما فقد الكثير في الموسم الماضي، تراجع بشكل كبير جدا على مستوى يعني الدوري، على مستوى كأس خادم حرمين الشريفين أو على مستوى كأس ولي العهد، وهو الآن يحاول قدر المستطاع استقطاب مجموعة من اللاعبين العالميين على مستوى عالمي، خاصة عندما يلعب يعني لاعب على مستوى إيطاليا على مستوى فرنسا. بالفعل هو يعني يتمنى أن يقدم خدمات جيدة لهذا النادي، ولكن أيضا شاهدنا أن الاتحاد يعني كانت لديه كثير من الإشكالية في الجوانب المالية، يعني شاهدنا هناك الكثير من المطالبات مستحقات عليه، يعني حتى وصلت بعضها إلى الفيفا. إذن يحاول أن يعوض، ولكن أيضا عندما تثقل يعني كاهل الأندية هذه التعاقدات بالفعل تكون يعني كثير متعبة، ولكن أيضا يأمل أن تكون هذه التعاقدات أيضا أحيانا تأتيك يعني خلينا نقول بثمارها من خلال يعني سواء كان الدعم المقدم من شخصيات الاتحاد المعروفين، رجال الأعمال، الشركات، وحتى أيضا يمكن قد تكون صفقة مربحة بالفعل. يمكن أن يباع هذا اللاعب لنادي آخر، خاصة إذا ما تألق وقدم يعني المستوى الكبير مع نادي الاتحاد وحقق معه البطولات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. بالفعل.
نبقى في السعودية ولكن إلى أصفر الرياض، حيث أعلن النصراويون أمس استمرار لاعب الوسط فابيان أوستويانوف ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم المقبل. جريدة الرياض السعودية غطت فكتبت تقول: بسبب مورا النصر يجدد للملاكم. وقال المركز الإعلامي للنادي أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما سينضم إلى المعسكر الخارجي والذي يجري في دولة النمسا اعتبارا من اليوم، ليكون ضمن خيارات مواطنه المدرب خورخي دا سيلفا قبل خوض لقاء كأس السوبر أمام فريق الهلال يوم 12 من أغسطس المقبل في العاصمة البريطانية لندن. وكشفت مصادر نصراوية للرياضية أن القرار جاء استجابة لإمكانيات تعذر مشاركة مواطنه الآخر رودريغو مورا في اللقاء المنتظر لارتباطه بالمشاركة مع فريقه الحالي ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي كأس ليبرتادوريس أمام تيغريس المكسيكي. كيف ترى تجديد عقد فابيان خلال هذه الفترة؟ شوف، أعتقد النصر الآن محتاج هذه الخبرات، وخاصة أنه سيلعب مباراة السوبر مع النصر في لندن خلال يعني يوم أعتقد 10 أغسطس المقبل. نعم. وهي بالفعل يعني خلينا نقول دائما تسلط عليها الأضواء بشكل كبير جدا، وأعتقد اللاعب أيضا قدم موسم استثنائي في الموسم الماضي مع 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 النادي. إذا بالفعل عندما يحافظ على هذه المكتسبات ويحافظ على هذه الأسماء، وأيضا يأمل أن يقدم هذا اللاعب موسم آخر يعني فيه شيء من الإمكانيات الجليلة، وخاصة أن النصر محتاج أيضا إلى بطولات أخرى قادمة ليس على المستوى المحلي، ولكن أيضا دخل بقوة على المستوى الآسيوي. وعندما تكون هذه الأسماء حاضرة في الموسم القادم بالتأكيد سيكون علامة فارقة أخرى للأندية السعودية، خاصة مطامع أصبحت كبيرة. نعم. يعني ليس يعوض، ولكن قدم موسم استثنائي وفاز بلقب كأس الخادم الحرمين ولي العهد وأيضا الدوري، وهو الآن يطمح أن يكون يفوز يعني بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد ما ذهب لنادي. نعم. الهلال في الموسم الماضي. إذا بالفعل يعني كلها يعني خلينا نقول جاهزية، والأندية السعودية دائما ما تحتاج مثل هذه الأسماء الكبيرة جدا، سواء كان مشاركة الداخلية أو الخارجية إن شاء الله. بعد التعاقدات الكبيرة التي أجرتها الأندية الإماراتية مؤخرا بجلب لاعبين من طراز عالي لعبوا في الدوريات الكبرى في أوروبا مثل الدوري الإيطالي والألماني والفرنسي، تكهنت الجماهير الإماراتية بانخفاض معدل ظهور أسماء جديدة للاعبين مواطنين، مما قد يؤثر سلبا على مستوى اللاعبين والمنتخب. جريدة الرؤية الإماراتية تابعت تصريح مهدي علي مدرب الأبيض الذي كان له رأي آخر في الموضوع. تفاصيل أكثر نقرأها لكم عبر جريدة الرؤية الإماراتية. نتابع. أكد المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم المهندس مهدي علي أن الوسط الرياضي تعجل في تقييم تعاقدات الأندية قائلا: لننتظر ونرى حتى انطلاق الموسم. وجزم علي بصعوبة الحكم على هذه التعاقدات حاليا لكون الأندية أدرى باحتياجاتها وتسعى إلى تدعيم صفوفها وتحسين وضعها للمنافسة على البطولات الموسم المقبل. واعتبر لعب أجانب في الدوري الإماراتي آتين من الدوري الأوروبية الكبرى الألماني الإيطالي والفرنسي إثراء للدور المحلي وإضافة قوية تنعكس على اللاعبين المحليين الراكضين مع فرقهم. وأثنى مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم على اصطحاب الأندية للاعبي المراحل السنية في معسكراتها الخارجية، الأمر الذي ينمي مهاراتهم ويصقل مواهبهم. واستشهد بمبادرة مجلس دبي الرياضي بإرسال حراس صغار إلى إيطاليا في دورة تدريبية تحت إشراف مجموعة من الخبراء لأعداد جيل من حراس المرمى المواطنين. وتابع: اصطحاب لاعبي المراحل السنية في المعسكرات الخارجية يزيد من خبرة وفرصة هؤلاء اللاعبين المشاركة في صفوف المنتخبات الوطنية وصولا إلى المنتخب الأول. تنطلق تدريبات منتخب الكويت لكرة القدم مساء اليوم استعدادا لمباراتي ميانمار في الكويت في 3 سبتمبر المقبل ولاوس خارج الديار في 8 من الشهر نفسه، ضمن إطار منافسات المجموعة 7 للتصفيات الآسيوية المزدوجة. جريدة الرأي الكويتية تابعت الاستعدادات فعنونت تقول: الأزرق يبدأ تدريباته على ملعب الشباب،
وكان الأزرق استهل التصفيات بفوز على لبنان في عقر داره بهدف وحيد، علما أن المجموعة تضم أيضا كوريا الجنوبية. ويشكل تجمع اليوم المرحلة الأولى من الاستعدادات لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، علما أن التدريبات ستقام على استاد الشباب بعد أن كان من المقرر أن تجرى على الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي. ومن المنتظر أن ينخرط في تدريبات اليوم 33 لاعبا من أصل 35 لاعبا سبق للجهاز الفني أن اختارهم استعدادا للقاء ميانمار ولاوس، واللذين شدد معلول على أنه لا مجال لإضاعة أي نقاط منهما. أعتقد أنه فوز مهم للأزرق أمام لبنان في هذه التصفيات المزدوجة. بالتأكيد يعني، ولكن خاصة عندما تكون كوريا حاضرة في هذه المجموعة، إذا ستكون المفارقات وأيضا ستكون المنافسة مع المنتخب الكوري وصدام قوي، يعني منتخب قوي معروف على مستوى آسيا، يعني قد يكون يعني بيلاروسيا وأيضا ليست بذاك المستوى من نيمار، بالعكس يعني عليه أن يجهز، ولكن عليه أيضا أن يجهز نفسه. ما تعرف أنت كيف المفاجآت الواردة من المنتخبين، قد يكون مغمورين غير معروفين على المستوى يعني الآسيوي بذاك المستوى، وإن كان منتخب نيمار يعني بدأ بالفعل يتطور حاله حال أي منتخب في شرق آسيا، ولكن معلول أعتقد وضع كل الخطط والبرامج التي تؤهل منتخب الكويت من يكون جاهز لهذه المباراتين، وايضا لدخول التصفيات وهو ايضا مرتاح من خلال تحقيق النتائج المتواصله، ويضع يعني منتخب كوريا له الحسابات الخاصه وعليه ان يحقق ما يحتاجه من نقاط بعدما تخطى لبنان واصبح ايضا له 3 نقاط مهمه تضعه في الصداره مع المنتخب الكوري. اذا بالفعل المنتخب الكويتي حاله حال اي منتخب خليجي، حاله حال اي منتخب عربي، مطامع كبيره جدا ان يكون منافس قوي على مستوى القاره الاسيويه، وايضا طموحات كبيره جدا بان يصل روسيا 2018 في كاس العالم. اذا بالفعل مهمه للمنتخب الكويتي حاله حال اي منتخب خليجي وعربي. اكيد. اختير القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كسابع افضل شخصيه رياضيه تاثيرا في العالم بحسب استفتاء شبكه ESPN العالميه من ضمن قائمه شملت 50 شخصيه رياضيه من كافه انحاء العالم. جاء هذا التتويج بعد ان قاد نادي باريس سان جيرمان الى التتويج بالدوري الفرنسي لثلاث سنوات متتاليه ووصول الفريق الى دور الاربعه من دوري ابطال اوروبا. تفاصيل أكثر نقرأها لكم عبر جريدة الوطن القطرية. جاء اختيار ناصر بن غانم الخليف الرئيس التنفيذي لمجموعة بيان الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسية ضمن قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في كرة القدم العالمية هذا الموسم في استفتاء شبكة ESPN العالمية ليكون بمثابة إنجاز جديد للرياضة القطرية على الصعيد العالمي وتأكيد واضح على النهج الصحيح الذي تنتهجه قطر في الاستثمار الرياضي، وهو ما أتى ثماره بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة أن أصبحت الدوحة هي عاصمة الرياضة في الشرق الأوسط بجدارة. ورغم أن القائمة ضمت 50 شخصا من كافة أنحاء العالم، إلى أن النجاح امتد بتواجد الخليفي ضمن قائمة أفضل 10 شخصيات باحتلاله المركز السابع خلف الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي صاحب المركز الأول، ثم وكيل اللاعبين المعروف خورخي مينديز في المركز الثاني، بينما جاء ريتشارد سكوادمور الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي البريمير ليج ثالثا، وحل كارل هاينز رومينغي الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني ورئيس رابطة دوري أبطال أوروبا رابعا، فيما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الخامس، وجاء الفيورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سادسا، والسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في المركز الثامن، وكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي لريال مدريد تاسعا، وجياني أنفانتينو السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عاشرا. وهي قائمة بلا شك تعج بالنجوم وعمالقة كرة القدم على مستوى العالم، وتواجد الخليفي بلا شك بينهم هو نجاح رياضي على الصعيد الإداري لقطر بالكامل، وتأكيد أيضا على أن الخليفي بات من الإداريين المحنكين الذين يرتبط النجاح باسمهم سواء بترأسه نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان أو بيان سبورت وكذلك ترأسه لاتحاد التنس.
وإلى قطر أيضا، حيث دخل الريان في مفاوضات جادة مع نابولي الإيطالي من أجل ضم لاعبه تشيلي إدواردو فارغاس بطل كأس أمريكا الجنوبية الأخيرة التي نظمتها بلاده. جريدة الراي القطرية تابعت الموضوع فكتبت تقول: هداف كوبا أمريكا على خط الرهيب، وما زال فارغاس يرتبط بنادي نابولي بعد أن أعير لثلاثة أندية هي كريميو البرازيلي وفالنسيا الإسباني ثم كوينز بارك رينجرز الإنجليزي في الموسم الماضي. وتوج المهاجم التشيلي مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا 2015 الأخيرة للمرة الأولى في تاريخ البلد، كما أنهى فارغاس البطولة في صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف متساويا مع غيريو الهداف بيرو، إضافة إلى اختياره في التشكيلة المثالية للبطولة. ومن المنتظر أن تحسم مفاوضات الريان مع اللاعب في الأيام القليلة القادمة، حيث ستعرف النتيجة النهائية على ضوء سير المفاوضات الحالية مع نابولي. في تقارير سابقة كان فارغاس قريب جدا من الأندية الإماراتية، أعتقد أنه اليوم اختلفت المعايير وأصبح قريب قرب كبير من الريان القطري. شوف أيمن، دائما يعني العروض المقدمة للأندية هي ما تبرز أين وجهة اللاعب ستكون بالفعل. وخاصة هناك بعض العروض بالفعل مغرية جدا مع ارتفاع صفقات اللاعبين، خاصة بعد التألق الكبير في كوبا أمريكا وما قبل الفرجات مع منتخب تشيك. يعني قدم يعني أفضل ما لديه في هذه البطولة وحقق البطولة منتخب بلاده، وأعتقد أصبح يعني من الأسماء اللامعة على مستوى العالم، ليس على مستوى يعني كوبا أمريكا وعلى مستوى القارة الأمريكية فقط. إذا بالفعل الريان يعني سيكون أحد يعني المكاسب الجديدة لهذا اللاعب، وخاصة عندما يضخه على مستوى خلينا نقول الآسيوي، خاصة الريان الذي مطامع كبيرة جدا أيضا في دخول غمار يعني خلينا نقول بطولات كأس آسيا للأندية، وهو أيضا محق بأن يكون أحد الفرسان في هذه البطولة بعد ما توجبها من قبل. إذا سيكون بالفعل لاعب مكسب أيضا للدوري القطري لإعطاء أيضا إثارة مع بقية اللاعبين المحترفين، مع إضافة أخرى أيضا لاعبين المحترفين في دوري قطر. بالفعل. وإلى آخر أخبارنا العربية وإلى العراق، فبعد الاتفاق شبه النهائي بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب البوسني حاجي لقيادة الأخير منتخب أسود الرافدين، أكد عضو اتحاد الكرة يحيى كريم أن البوسني جمال حاجي سيصل إلى العاصمة بغداد غدا الاثنين من أجل التوقيع الرسمي مع اتحاد الكرة لمدة عام واحد. جريدة المدى العراقية غطت فعنونت تقول: حاجي يصل بغداد غدا لقيادة الأسود في تصفيات المونديال. وقال كريم للمدى أنه تم الاتفاق مع المدرب جمال حاجي على الصيغة النهائية على عقده وطاقمه المساعد بخصوص مبلغه والبالغ 450 ألف دولار والمكافآت التي سيحصل عليها في حالة تحقيقه نتائج جيدة في المباريات التي سيخوضها أمام منتخبات الصين تايبي وتايلاند وفيتنام في جولتي الذهاب والإياب، وكذلك في دورة كأس الخليج العربي 23 التي ستقام في الكويت أواخر العام الحالي، وتأمين سكن ملائم له طوال فترة تواجده في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، فضلا عن حجز تذاكر سفر له خلال مدة إجازته مع عائلته. بعد هذا الفاصل لنا جولة مع أخبارنا العالمية، تابعونا. وإلى أخبار الصحف العالمية والتي نبدأها مع ألمانيا، حيث أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2018 للقارة الأوروبية المنتخب الألماني في مجموعة سهلة نسبيا لضمان الوصول إلى مونديال روسيا. صحيفة بيلد الألمانية تابعت القرعة فعنونت تقول: لوف الفائز في معرض بوتين، حيث أعرب مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يوخيم لوف عن ارتياحه لقرعة تصفيات كأس العالم المقررة نهائياتها في روسيا عام 2018. وقال يوخيم لوف في تصريح له في سان بطرسبورغ حيث أجريت القرعة: وقعنا في موجوعة مهمة مع منافسين جيدين،
وأوقعت القرعة ألمانيا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تشيكا وإيرلندا الشمالية والنرويج وأذربيجان وسان مارينو، وأضاف باعتبارنا أبطال العالم من الواضح أننا سنلعب من أجل صدارة المجموعة ونحن أيضا المرشحون لذلك، وأردف قائلا سنركز أولا على تصفيات كأس أوروبا ثم على البطولة القارية وبعدها سنتفرغ فقط لتصفيات المونديال الروسي. وفي نفس السياق ولكن من فرنسا، حيث سيكون الطريق المؤدي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا شائكا جدا بالنسبة لفرنسا التي توجت باللقب العالمي لعام 1998، وذلك بعد أن أوقعتها القرعة في مجموعة صعبة إلى جانب هولندا ثالثة النسخة الأخيرة والسويد بقيادة نجمها زلاتان إبراهيموفيتش. صحيفة ليكيب الفرنسية تابعت تصريح مدرب الديوك ديشامب فخرجت على لسانه تقول: المجموعة قوية، حيث اعتبر ديديه ديشامب بأن القرعة التي جعلته في المجموعة الأولى أمام الطواحين الهولندية والفاركينج السويدي بأنها مجموعة صعبة للغاية ولكنها ليست بالمستحيلة. وأضاف ديشامب بأنه الآن يركز على بطولة كأس أمم أوروبا 2016 التي تستضيفها بلاده، وكانت فرنسا عانت الأمرين في التصفيات الأخيرة إذ احتاجت إلى الملحق لتتخطى عقبة أوكرانيا، علما بأنها خسرت أمامها ذهابا بهدفين نظيفين قبل أن تفوز عليها بثلاثية نظيفة في باريس. كيف ترى حظوظ الديوك في هذه المجموعة الصعبة ربما؟ شوف أيمن، خلينا نتكلم شيء عن بطولة تصفيات أوروبا. هي بطولة كأس عالم مصغرة بالفعل، يعني فيها صفة المنتخبات العالمية التي حققت فيها بطولة كأس العالم بعضها أكثر من مرة. يعني ما يتكلم لوف مدرب ألمانيا بأن الطريق ستكون سهلة هو محق في ذلك، ولكن أيضا عليه أن لا يبالغ في هذا الأمر باعتبار المنتخبات أصبحت متجددة دائما تبحث عن انتصارات، تبحث عن تقديم الأفضل في هذه البطولة. منتخب فرنسا بالفعل يعني وقع في مجموعة صعبة جدا جدا، يعني خاصة عندما تكون هناك هولندا والسويد، يعني في هذه المجموعة بالفعل يحتاج إلى الكثير من الجاهزية، وشاهدنا ما أشرت يعني من قبل من التخطى يعني وصل لنهاية كأس العالم في الموسم في البطولة الماضية بشق الأنفس بعد مباراة خلينا نقول ملحق. إذا بالفعل هي فيها صعوبة كبيرة جدا، وهذه المنتخبات دائما ما تكون يعني محط أنظار الكل، الكل يتربص بها، الكل يطمح أن يتخطاها، وخاصة عندما وقع عندما تقع في مجموعة أيضا لها منافسين ولها أيضا خلينا نقول يعني بعضها تبحث عن أيضا عن رد الاعتبار، خاصة أن بعضها دخلت من قبل في المنافسات وأيضا وخسرت عليها أن تحقق هذه البطولات. إذا بالفعل فرنسا طريقها ليست بسهلة، خاصة صعبة جدا، وخاصة عندما نعرف بأن يعني يتأهل منتخب فقط واحد من المجموعة التسع مع الأوائل، ومن ثم تدخل بقية المنتخبات في تصفيات يعني مرة ثانية يعني لاختيار الأفضل منها للوصول يعني للمرحلة الثانية من التصفيات. بالفعل تماما. أكيد أنا شاكرين لك وجودك معنا أستاذ حمد الريامي الصحفي بجريدة عمان الرياضية، شكرا لك، وإلى إن شاء الله لقاءات في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا أيمن، نلتقي مرة ثانية إن شاء الله. شكرا. إلى هذا نصل بكم إلى ختام برنامج عناوين لهذا اليوم، نلتقي بكم غدا إن شاء الله مع عناوين جديدة، إلى اللقاء.